ان انت حقك تشوف نفسك احسن واحد. ما حلو. كل واحد في الدنيا يا كابتن شوبير من حقه يشوف نفسه احسن واحد. واحيانا الفكره دي بتريح بتريح البعض نفسيا، ان هو شايف نفسه اكبر مزرعه اكبر. انا بقى عندي فكره اكبر اي حاجه، اوعى تستخدم مع النادي الاهلي افعل تفضيل. فكره افعل افضل اكبر انت خسران. انت حضرتك جاي تهدد؟ لا لا انا بكلم حضرتك انت اكيد رقميا هتبقى خسران، اكيد واقعيا هتبقى خسران، ولكن الاسوأ ان انت تقول ده وتدعي ان اللي ما يعرفش ده ما عندوش ادراك او فهم. لا ده هنا التاريخ. هنا التاريخ يا كابتن شوبير. النادي الاهلي لما كان بيدخل بعض المعارك على مستوى الالقاب كان بيدخلها مع الميلان 2014 فبراير. نعم. احنا بناخد البطوله السوبر الافريقي امام الصفاقسي، بنبقى 19 بطوله قاريه والاكثر تتويجا على مستوى العالم. بيطلع مين؟ بيطلع ادريانو جالياني ده المدير التنفيذي للميلان. بيهاجم النادي الاهلي وبيقول انا عايز اعرف بطولاته دي معتمده ولا لا. بيرد الاتحاد الافريقي ويقول له النادي الاهلي بطولاته القاريه دي هي جزء من التاريخ بتاع القاره وهي بطولات كلها تفخر بها القاره. ثم لما ده يحصل يطلع المدير التنظيمي جانديني المدير التنظيمي للميلان يعتذر للنادي الاهلي. دي مستوى الصراع اللي النادي الاهلي يدخل فيه. انا داخل في صراع على الاكثر تتويجا مع اي سي ميلان اللي اعتذر للنادي الاهلي وقال ان هو هيغير شعاره بنهايه الموسم. فانا ما ينفعش، عارف كده حضرتك رحلتي من الشك الى اليقين. أيوة. انا ما ينفعش رحلتي من جلياني للصراع مع يعني ناس بتحب تعيش الوهم او تعيش فكره الاحقيه الغير موجوده، ولكن تاكيد احقيه وجداره النادي الاهلي وحقه النادي الاهلي.